بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم بدنا نعمل طبخة ورق العنب. وهاي المكونات عندنا 4 كاسات رز، هاي المقدار اللي هو المج، فنجان شاي زيت زيتون، فنجان ليمون، عندنا ملعقتين نعنع ناشف، ملعقة ملح، ملعقة فلفل، وبصل اخضر زائد بصل عادي. طبعا هاي الحجم تبع البصل، انا حطيتها بس عيني مشان تشوفوا قديش حجمها. هذا البصل العادي، ممكن تحطوا بصل لحاله او بصل اخضر معه، الافضل انه ينخلطوا مع بعض اطيب بطلع. وهاي بقدونس، ضمت بقدونس كاملة. عندنا 4 حبات بندورة. وهاي ورق العنب. ورق العنب احنا عندنا مشكله لانه ما في عندنا ورق عنب هون بنشتري احنا، اللي هو بكون جاهز في المرطبانات مسلوق شويه سلقه بسيطه. طبعا هاي الكميه عينه انا حطيتها هون فقط لا غير، بس مشان تشوفوا انه جبنا حطينا ورق العنب، لكن هو الكميه تقريبا 3 مرطبانات من هذول تقريبا بيطلعوا 1.5 كيلو ورق عنب. فاذا انتم جبتوه اخضر طبعا افضل. لما تجيبوه أخضر لازم ينسلق في الطنجرة على النار لمدة 5 دقائق تقريبا فقط لا غير، ما تحطوا معه ملح ولا تحطوا معه أي حاجة. هنا هاي الطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها، هي طنجرة ستيل، وهاي احنا اللي بدنا نحط فيها هون، هاي اللي حاطين فيها اللي هو ريش زي ما انتم شايفين. تحت الريش طبعا احنا حاطين بندورة مشان تكون ضلها طرية وما تلزقش في أثناء الطريق. في ناس اللي عنده اللي بعملت في التيفال ما فيش داعي، بس الأفضل ينحط فيه بندورة بيعطي شوية حموضة كمان لورق العنب. والآن بدنا نبلش نخلط المكونات في الجاط تبع الرز. هاي البندورة وهاي البقدونس. هاي البصل وهاي الفلفل والملح وهاي النعناع الناشف وهاي زيت الزيتون وهاي الليمون وهاي كل المكونات. طبعا في ناس بحطوا اشياء ثانيه في نفس، لكن انا بنصحكم فعلا لليلنجي، لهذا النوع من انواع الورق العنب فعلا افضل شيء اللي انا حطيته وفقط لا غير. وهلا بدنا نلف ورق العنب، نفرد ورق هيك بالطريقه هاي، نخلي الوجه الخشن من فوق والوجه الناعم من تحت ضروري. بعدين بنلف هاي هيك بالطريقة، وهاي الجهة هون هيك، بعدين بنلفها نفس الكلام. شايفين كيف تطلع؟ الأجمل ما يمكن، شايفين كيف تطلع؟ هاي شايفين هاي. بعد ما لفينا ورق العنب بطنجرة حطينا زي ما شفتوا بالأول بندورة، بعدين ريش، بعدين ورق عنب، بعدين رجعنا حطينا ريش، بعدين حطينا ورق عنب. في ناس ما بتحبش تحط ريش، في ناس بحبوا يحطوا جاج مثلا في الجاج. ورجعنا لكم مره ثانيه، هاي الورق الدوالي موجود في الطنجره جاهز. طبعا الطنجره حجم كبير زي ما انتم ملاحظين. طبعا هاي 5 كاسات مي زائد 2 معلقة ملح ليمون زائد 2 معلقة ملح زائد زيت زيتون. طبعا زيت زيتون نحط فيه تقريبا نص مج اللي هو هذا زيت زيتون. وطبعا زيت زيتون بنحطه لانه اصلا هو هاي اسمها يلنجيل، يلنجيل اللي هي بدون لحمه جوا في الحشوه، بدون ما يكون في لحمه جوا في الحشوه. سو بعد ما نحط هذول، هاي بتغلى، نخليها تغلى. بعد ما تغلى بنحطهم بنديرهم على الورق العنب طبعا لغايه ما يتغطى على الاقل ورق العنب لهون. يعني اذا شفتوها الكميه المي قليله لازم تحطوا لغايه ما يتغطى ورق العنب تقريبا لهون، فحسب الكميات اللي انتم بتسووها. اهم شيء انه مش حكايه مقادير، اهم شيء انه الورق العنب يتغطى بالكامل لهون بالمي. وبنحط الصحن هون هيك بهالطريقه هاي، بنغطي الطنجره وبنشغلها وبيقعد على النار تقريبا، لانه الحجم كبير والكميه كبيره
بيقعد على النار تقريبا ساعتين، اذا كانت نص الكميه ساعه ونص بكفي. طبعا الصحن اللي حطيناه زي ما حكيت لكم ضروري، لانه لما تحطوا المي ببلش مشان ما يطيش الورق العنب لفوق، ولذلك حطينا الصحن. نبلش بندير البهارات والمي عليه شوي شوي. شايفين كيف؟ المهم انه تغطى ورق العنب. شايفين كيف تغطى ورق العنب؟ بالطريقة. شايفين وصلت المي لوين؟ تغطى شوي جزء منه، خلص بكفي. وهلا بنخليه على بين ما يغلي، بس يغلي بنرجع بنوطي عليه شوي. طبعا حاطين احنا على الماكس هنا زي ما انتم شايفين، بس يغلي بنرجع بنحطه على 5 أو 4. هاي شايفين كيف قرب يستوي؟ شوفوا. طبعا احنا كنا نشيك، كنا ناخذ حبه مثلا من فوق وندوق، لسه في عليه مي، لانه لما دقنا الحبه كان لسه شوي بده كمان، تقريبا صار له ساعتين، بس لانه الكميه فعلا كبيره بده اكثر صراحه، بده ساعتين ونص تقريبا لما تكون كميه كبيره، كان في طنجره طبعا. شايفين كيف؟ ظلينا احنا زدنا شوي عليه مي لما شفنا انه مش مستوي، زدنا عليه مي سخنه مشان يستوي اللي من فوق. انا متاكد انه اللي تحت مستوي كويس، بس اللي فوق حياخذ شويه وقت اكثر، يعني بجوز بده كمان نص ساعه بكون بيستوي. وصحتين علينا وعليكم. شايفين كيف؟ ما شاء الله قلبنا ورق العنب، كان في الطنجره هون، شايفين في الطنجره كيف؟ ما لزق حاجه ما شاء الله، البندوره بس ظلت. هاي الريش وهي ورق العنب مستوي ما شاء الله من اجمل ما يمكن. وصحتين علينا وعليكم، وان شاء الله بتعملوا لنا لايك وسبسكرايب، لانه هدفنا 1000 سبسكرايبر. بدنا نشوف الحبايب مين اللي بيعملنا سبسكرايبر. يعطيكم العافيه وصحتين وعافيه.